أنا سعيد حقيقة بتواجد يعني صحيفة الأيام في هذا الحدث العالمي الكبير، تعاونهم مع الجامعة الخليجية. هذه الحقيقة شيء يسر بوجود التكامل بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الإعلامية في مملكة البحرين، فأشكركم على المبادرة تواجدكم في الفعاليات العالمية المهمة. الكونغرس العالمي للإعلام اليوم في نسخته الثانية نقلة كبيرة الحقيقة من النسخة الأولى، ولكن في المجمل هو حدث عالمي كبير يلبي حاجة كان العالم محتاج لها حقيقة من يعني فترات طويلة، وهي وجود ملتقى دولي يجمع جميع الإعلاميين تحت مظلة واحدة. يعني قد يكون في هناك ملتقيات عالمية أخرى، ولكن تكون عادة يعني نطاقها أضيق في الحضور والمهتمين والمتحدثين. الكونغرس العالمي للإعلام شامل، يجمع أكثر من 172 دولة في حضوره، مختلف أنواع المؤسسات الإعلامية. فنهني دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا النجاح، ونهني سمو الشيخ المنصور بن زايد آل نهيان راعي الحفل على مباركته لهذا الفعالية برعاية الكريمة لها، ونهني أيضا الإخوان في وكالة أنباء الإمارات على النجاح. حقيقة مشاركة مملكة البحرين طبيعية في إطار العلاقة المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، توجيهات سيد جلالة الملك سيدي سمو ولي العهد بدعم كل ما من شأنه الارتقاء بالروابط بين البلدين الشقيقين، خصوصا في المجال الإعلامي في الفعاليات المهمة.